أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام والصحف العربية والدولية، ونبدأ من أبرز العناوين. نقرأ في المدى: حزب العمال الكردستاني منع وفدا رفيعا من الاجتماع بمقر قيادة شرطة سنجار. وفي القدس العربي: الحرب والفقر يخلفان أكثر من 50,000 أرملة ومطلقة في الموصل. أما في العربي الجديد: إعادة فتح ساحة الحبوب في الناصرية بالعراق بعد القمع الأمني للاحتجاجات. وفي العرب اللندنية: عمان تبدد مخاوف إيران بشأن التطبيع والتقارب مع السعودية. وفي CNN: ترامب لا ينوي الاعتراف بشكل علني بخسارة الانتخابات. وفي BBC: الصين تجبر مسلمي الإيغور على العمل في حقول القطن. أخيرا في الجارديان: اتهامات للصين بالتجسس على مستخدمي الهواتف المحمولة الأمريكيين عبر الكاريبي. واقع مأساوي تعيشه المرأة العراقية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003. فرغم مزاعم جلب الديمقراطية والسلام وغيرها من الشعارات الكاذبة التي رفعتها إدارة باش الابن، إلا أن واقع العراق هو دمار شامل، ظلم وفساد وطائفية، والمرأة العراقية جزء من ضحايا هذا الدمار. فقد استهدفت المرأة العراقية بمحاولة زرع أفكار دخيلة لهدم الأسرة وتشتيتها، كالحط من قيمة المرأة وامتهان كرامتها. ولم يتعدى إنجاز الاحتلال الأمريكي في ملف حقوق المرأة سوى تخصيص عدد أكبر من المقاعد للنساء في البرلمان، مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني العراقي. الكرامة الإنسانية للمرأة، فأول من تجرأ على انتهاكها هو الاحتلال الأمريكي وحكوماته المتعاقبة، حتى وصل الحال إلى أن تصبح المرأة سلعة في حالات النزاعات العشائرية، وكأننا نمر بعصر الجاهلية. وقد ترك الاحتلال آثاراً سلبية كبيرة على المرأة العراقية عندما استخدم الأسلحة المحرمة دولياً في استهداف الأبرياء داخل المدن، ما أدى إلى ازدياد أعداد الأرامل والأيتام في العراق، فضلاً عما سببته العملية السياسية الطائفية التي فجرت صراعاً طائفياً عن طريق الميليشيات الإرهابية الموالية والمؤتمرة بأوامر إيرانية، التي قتلت وغيبت آلاف العراقيين بدوافع طائفية لزعزعة أمن واستقرار العراق. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل سياسة القتل أصبحت هدفاً لكل من يعارض السلطة وحكم الأحزاب والميليشيات في العراق، حتى أصبحنا نشاهد اغتيالاً وتخييباً قسرياً للمرأة العراقية كما حصل في مظاهرات تشرين، وارتكاباً للمجازر بحق الأبرياء من الرجال والنساء. وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الأرامل البالغ 5 ملايين أرملة تقريباً بحسب الإحصائيات الدولية، إلا أن الحكومات في العراق تتجاهل هذا الملف كلياً، تستمر معاناتهن التي تبدأ من البحث عن لقمة العيش لإعالة أبنائهن الأيتام، والاضطرار أحياناً للخروج إلى العمل برفقة أيتامهن أو اللجوء إلى زج الأطفال بالعمل خوفاً على كرامتهن. وما تزال أعداد كبيرة من الأرامل والأيتام في مخيمات النزوح تحرم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية والخدمات الأساسية، ويعانون من الانتهاكات والاستغلال البدني والتحرش الجنسي، وحرمانهم من الأوراق الثبوتية التي تسمح لهم بالحصول على بعض الخدمات الأساسية. فحرمنا من الإعانة الاجتماعية وتسجيل أطفالهن في المدارس. أما معاناة الأرامل غير النازحات فلا تقل بؤسا وشقاء، مما عرض هذه الشريحة إلى الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر. تقول الكاتبة هيفاء زنجنة في مقال في صحيفة القدس العربي إن الفيديوهات المتداولة في السليمانية تبين على صفحات التواصل الاجتماعي بوضوح حجم الخوف الذي تعيشه السلطة الفاسدة من أبناء الشعب المحروم من حقوقه، حيث تم إنزال الدبابات والمدرعات إلى الشوارع، وأغلقت ساحات معروفة للمظاهرات ليحتلها مسلحون مقنعون مدججو السلاح
إزاء شباب تكاد تبتلعهم. الفجوة الهائلة بين الثراء الملياردري السريع المبتذل لساكني المجمعات السكنية المحمية بحراسات لشركات أمنية خاصة، وبين الشباب العاطل الهارب إلى أوروبا في قوارب الموت. منذ الثاني من كانون الأول ديسمبر والمظاهرات مستمرة، وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين مستمر، وأعداد الشهداء والجرحى في تزايد بالعراق. توثق الفيديوهات مطاردة القوات الأمنية للمتظاهرين واستهدافهم بالرصاص الحي. وخلال أسبوع واحد استشهد 9 شباب وجرح 59. كلا، هذه ليست ساحة التحرير ببغداد أو ساحة الحبوب في مدينة الناصرية جنوب بغداد، كما أنها ليست مدينة الفلوجة والموصل. إنها ليست الساحات والمدن التي باتت المظاهرات والاعتصامات ملمحاً من ملامحها العمرانية ومسيرات وداع الشهداء جزءاً من شوارعها، كما أن المحتجين ليسوا هذه المرة ممن يمكن قولبتهم ضمن التوصيفات الجاهزة سنة أو شيعة أو دواعش أو قاعدة. المتظاهرون المستهدفون بالاعتداء والاعتقال والقتل هم من مدينة سليمانية شمال العراق في إقليم كردستان، الإقليم الموسوم من قبل الإعلام الغربي بنموذج الديمقراطية وحقوق الإنسان. خرج المتظاهرون كما في بقية محافظات العراق احتجاجاً على عدم دفع الرواتب والبطالة والفساد. ما ميزهم عن المتظاهرين في بقية أرجاء البلاد هو أن رواتبهم تدفع من قبل حكومة الإقليم التي تقبض ميزانيتها من الحكومة المركزية ببغداد. بين الحكومتين ضاعت الرواتب. إن الثورة تتطلب نضالاً موحداً من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكل العراقيين على تنوع قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم. لم تعد المطالب الخدماتية المتفرقة لشرائح وطبقات سكانية في مدن ومحافظات كل على حدة بلا تنسيق موحد جامع لم تعد مجدية بمواجهة أنظمة وسلطات قمعية مستعدة للتضحية بكل المواطنين لتبقى. إن التغيير الحقيقي يتطلب توحيد القوى المؤمنة فعلاً بكرامة الإنسان. ما يحدث في العراق ليس مجرد انتهاكات، هكذا يرى الكاتب ماجد السمرائي في مقالة في صحيفة العرب اللندنية. أمثلة لا تعد ولا تحصى في تشريع قوانين وإصدار تعليمات يساق من خلالها الآلاف من الشباب إلى السجون والمعتقلات السرية. تستطيع الأنظمة العالمية لو أرادت تستطيع البحث عنها والكشف عما يحصل داخلها. يبدو الحديث في وسائل الإعلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق فيه نوع من الترف السياسي والإعلامي والحقوقي، وفي بعضه أداء لوظيفة محلية للبعض من العاملين في هذا الحقل، أو نشاطات مدفوعة المكافآت في ميادين حقوق الإنسان من بعض المنظمات العالمية المعنية بهذا الميدان لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية التي تسعى إلى مداراة قوتها بتناول قضايا اجتماعية يصلح طرحها تحت ظل أي نظام سياسي، ولا تزعج النظام الحالي المتورطة أحزابه وعصاباته المسلحة في الفساد والإجرام بحق أبناء العراق. لا يجوز إنسانياً وأخلاقياً تخفيف مفردات ما تعرض له القسم الأعظم من شعب العراق من جرائم ممنهجة اقترفها جنود الاحتلال الأمريكي منذ 20 مارس 2003 وحتى خروجهم في ديسمبر من عام 2011. أمثلتها البشعة ماثلة في سجن أبي غريب ومدينة الفلوجة والموصل، لكنها لم تهز الضمير الإنساني العالمي وترافقت معها وما زالت تنفذ وتحت شعارات طائفية حاقدة جرائم الميليشيات المسلحة في القتل الفردي والجماعي والتغييب والتجويع وإهانة الكرامة المستمرة حتى اليوم. المتورطون في هذه الجرائم ليسوا أفراداً يمكن ملاحقتهم وفق القضاء أو تحت سقف القوانين التقليدية أو حتى عن طريق الضغوط العالمية الغائبة. إنهم منتسبون إلى منظمات تابعة لأحزاب لا تقل إرهاباً عن داعش، يحملون وينفذون جرائمهم المبرمجة من خلف الحدود خارج إطار الحكومة. أحزاب تلك المنظمات وقادتها يرفعون شعارات الإسلام الشيعي والولاء لأهل البيت، لكنهم يختارون من تراثهم ما يعزز تطبيق منهج الكراهية والثأر،
تحت إمرتهم جميع وسائل الدولة العسكرية والمدنية في السلاح والسجون والقوانين التي نظمت بعد عام 2003. دعت مجلة فورين بوليسي الإدارة الأمريكية إلى العمل على جمع ما قد يصل إلى 10 مليارات دولار لدعم الميزانية العراقية، محذرة من أن فشل الحكومة العراقية في دفع رواتب موظفي الدولة في شهر يناير كانون الثاني المقبل قد يقود إلى اضطرابات وأعمال عنف، داعية واشنطن إلى التحرك قبل فوات الأوان. وفي مقال مطول كتبه الباحثان العراقي فرهاد علاء الدين والأمريكي كينيث بولاك، ذكرت فورين بوليسي أن أزمة عراقية جديدة هي آخر ما قد يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال للأسف فإنها قد تكون المشكلة الأولى التي قد يواجهها في السياسة الخارجية. يتجه العراق نحو انهيار مالي، وفي ظل نظامه الهش الحالي فإن سقوطه ماليا سيؤدي إلى تداعي نظامه السياسي، والذي بدوره قد يشعل جولة أخرى من الحرب الأهلية. وبعدما أشار الكاتبان إلى منظومة الفساد القائمة من جانب الوزراء والأحزاب خلال العقدين الماضيين، اعتبرا أن القطاع الخاص تقلص لدرجة أنه لا بديل حقيقي لوظائف القطاع العام الذي تضخم بسبب المحسوبيات والبيروقراطية، ما جعل الحكومة الجهة التوظيفية الأكبر وشريحة كبيرة من المواطنين تعتمد على الدولة في عيشها، إلى جانب السلة الغذائية التي توفرها الدولة ويستفيد منها عدد كبير من الطبقة العاملة والفقراء في العراق. وبحسب تقرير المجلة الأمريكية، فإنه بحلول صيف عام 2021 فإن احتياطات العراق من العملة ستكون منخفضة بشدة، وهناك مجازفة بأن تعاني الحكومة من السيولة لدفع غالبية التزاماتها بحدها الأدنى. ولهذا تقوم الحكومة بطبع المزيد من العملات الورقية لتمويل القروض الخاصة بها وتغطية الرواتب، ما يهدد بتفاقم التضخم، وقد تضطر الحكومة إلى تعويم الدينار، ما سيشكل مخاطرة اقتصادية وسياسية كبيرة بدوره. ومن المؤكد أن الأزمة المالية ستتسبب باندلاع تظاهرات في الشوارع. المجموعات المسلحة والعشائرية بما في ذلك المجموعات المدعومة من إيران ستحاول ملء الفراغ، وقد تتقاتل هذه المجموعات أو الجماعات من أجل السيطرة على الأراضي أو على الموارد المالية كحقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والأراضي الزراعية والممتلكات العامة. هدوء ملحوظ بعد عاصفة سياسية دبلوماسية رافقها استدعاء الخارجية الإيرانية السفير التركي للاحتجاج ورد أنقرة بالمثل، ثم إعلان طهران إبلاغها الجانب التركي أن حقبة ادعاء السيادة على الأراضي وترويج الحرب والإمبراطوريات التوسعية قد ولت. أبيات من الشعر رددها الرئيس التركي أردوغان وهو يشارك في احتفالات النصر في العاصمة الأذربيجانية. حول الموضوع كتب سمير صالحة في صحيفة العربي الجديد: التهدئة مهمة على خط أنقرة طهران في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة بانتظار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وكيف سيتعامل مع البلدين. فلماذا يذهبان باتجاه توتير علاقات حسن الجوار بسبب مقطع شعري؟ حتى ولو أخمدت النار فإن الجمر ما زال حاميا على ضفاف أراس، وهو جاهز للتسبب في فيضانات جارفة مشحونة بأعباء ورواسب التاريخ والجغرافيا المؤلمة، حيث شرارة واحدة كافية لتحريك المشاعر العرقية والقومية في العلاقات التركية الإيرانية، وحيث ثبت أخيراً أن أثار الجروح لم تلتئم في جنوب القوقاز بعدما فرض على النهر رسم حدود مفروضة من سكان ضفتي النهر الفاصل بين شمال أذربيجان وجنوبها. كما يقول القوميون الأتراك، إيران منزعجة من المكاسب التركية على حدودها، وهي مكاسب قومية وأمنية واقتصادية لإظهار أن جنوب القوقاز بات ساحة استراتيجية مهمة بالنسبة لتركيا، حيث تعيش إيران على أعصابها في هذه الآونة مع
أنباء استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضدها وضد مصالحها في المنطقة، مصحوبة بتصعيد إسرائيلي شبه يومي من خلال استهداف مواقعها وقياداتها داخل إيران وخارجها. ويقلق إيران أيضاً لعب ورقة الأقليات ضدها، خصوصاً بعد اندلاع أحداث عام 2006 في شمال البلاد بطابع استفزازياً للقومية التركية الآذرية، حيث جهدت السلطات لمنع تحويلها إلى انفجار أكبر. كما أن إيران قلقة حيال انسداد المعابر التجارية مع أرمينيا التي فرضها احتلال المناطق الحدودية بين إيران وأذربيجان سنوات طويلة، ونجاح باكو في تحريرها والسيطرة عليها. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهود دونالد ترامب المستمرة لإلغاء نتيجة الانتخابات لا تقل عن محاولة انقلاب غير دموي، والملاحظ أنها محاولة مدعومة بدعم العديد من الجمهوريين في الكونغرس. الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحقق بها ترامب هدفه المتمثل في حرمان جو بايدن من فوزه الذي حصل عليه بحق هي عبر موافقة بعض الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات التشريعية للولايات أو القضاة أو المحكمة العليا على استبعاد الملايين من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني. والجدير بالذكر أيضاً أن العديد من الدوائر المتنازع عليها هي ذات غالبية سوداء، ولكن بالطبع هذا لا يتعلق بإعادة الثقة في انتخاباتنا، وبدلاً من ذلك يتعلق الأمر بالسماح لترامب بالمزيد من تدهور الثقة. ويسكاليس والعديد من الجمهوريين الآخرين شركاء في هذه الجريمة ضد ديمقراطيتنا، ولا يزال ترامب يحاول سرقة هذه الانتخابات وهم في الخارج يقومون بتشغيل محرك سيارة الهروب. وقالت الصحيفة كون غالبية الجمهوريين في مجلس النواب عبروا عن دعمهم لدعوة تكساس التافهة، يشير إلى أن الاختلاف بين الليبراليين والمحافظين لم يعد متعلقاً بالقيم، فإن الأمر يتعلق الآن بالإيمان الأساسي بالديمقراطية. ويبدو أن الجمهوريين يقولون أنه ليست كل الأصوات مهمة أو يجب عدها، هذا قمع للناخبين على أوسع نطاق لأنه محاولة لمحو الناخب وإلغاء الأصوات التي سبق الإدلاء بها وفرزها. وأشارت إلى أن ترامب واصل استخدام الانقسام والخداع الذي خلقه طيلة الوقت لجمع الأموال، وقد جمع الآن أكثر من 200 مليون دولار من التبرعات لدعم عمليات إعادة فرز الأصوات. أنقذ فريق للحفاظ على الحياة البرية في كينيا زرافة يبلغ ارتفاعها 16 قدماً ومهددة بالانقراض بشدة بعد أن وصلوا إلى جزيرة لونجيشارو الغارقة قبالة السواحل الكينية. الزرافة التي تعرف باسم آسيوا واحدة من 8 زرافات تقطعت بهم السبل بسبب هطول أمطار غزيرة لأيام، مما أعاق وصولها إلى البر الرئيسي حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية. حمل المحافظون على الحياة البرية الزرافة على قارب قوي بما يكفي ليحمل زرافة ضخمة ومصمم بطريقة تمنعها من الهروب ويعرف بالبارجة، وهي مصنوعة من الفولاذ والبراميل الفارغة ليتم نقل الزرافة على بعد 4 أميال أسفل النهر إلى بر الأمان. تنوي المجموعة إنقاذ الزرافات 7 المتبقية بنفس الطريقة في الأسابيع المقبلة. والآن مشاهدينا لنطلع على كاريكاتير اليوم.
وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.